والله العظيم زوجي قد تركني بلا نفقة ولا منفق والله على ما أقول وكيل وشهيد. بيجي القديم يجي القديم بقول لك أبصر بأخذها وبيت الطاعة وبطلقها وبطلع لها شيء. شو هذا الحكي؟ مش سهل شايفة؟ ما أحلى العدالة. لماذا لم تتعين المرأة في القضاء الشرعي؟ بحكم العادات والتقاليد. مين اللي وضع العادات والتقاليد هاي؟ في مجتمعاتنا الشرقية العادات والتقاليد أصبحت أقوى من الأحكام الشرعية. وأن أحكم بين الناس بالعدل. It worries me to have Sharia courts. They were primarily male and they were very unjust to women. وكانت هي جريئة. قالت لي أكثر من مرة نريد نحن كالنساء أن نتولى مناصب القضاء. كالرجال. هذا يترتب عليه مفاسد كثيرة لا تتوافق مع الأسس الشرعية. أنا اليوم بالقرن 21 مش ضروري أطبق إشي كان بالقرن العاشر. أمي قاضية محامي. قاضية أبوي محامي. أنا ضد تكون قاضي يعني لحالها تحكم في بعض المواضيع. قبل الإسلام المرأة كانت حقوقها مهضومة. المرأة كمفسدة. الرجل يسجن بين العقل والقلب عنده وتكون أحكامه أكثر صواب من المرأة. Interpretation of Islamic law is profoundly different. You can have a woman president in one country and a woman not allowed to drive in another. برا اتقاتلوا عندي لا. هي المتأثرة، هي اللي ما ذكرنا لها شيء الحصص، فهي اللي بتقدر ترفع الدعوة. زوجها سادي في علاقته الجنسية معها. فكيف تعطي تفاصيل هذا العنف لرجل آخر وهو القاضي؟ ما جرى مع القاضية خلود هو نتيجة لإبلاغها عن مظاهر الفساد التي كانت في القضاء الشرعي. إذا ما حققتش العدالة لنفسي مش راح أحققها للناس.